شوف وشك بخير يا حاج. على وين يا ولدي؟ خلاص راجع اسكندرية. ادعي لي معاكي. دعي لك في كل صلاة. بس انت مش هترجع لما نطلع معاك بكرة أنا ومرات مندي الشهر العقاري عشان نعمل لك التوكيل اللي كنت عايزة عشان تعرف تجيب حقك وحق ولد الله يرحمه وحق كل المظالم اللي ظلموا زيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه؟ ما بتردوش على موبايلاتكم ليه؟ خلاص؟ كلكم عملتوها سايلنت؟ ما انت عارف بقى محمود الجلسة ودوشتها. طب وبعد ما خلصت الجلسة؟ دي الساعة 5. معلش بقى قلنا نتكلم لما نجي لك أحسن. طب وفين الأستاذة المحامية؟ ما جاتش معاكم ليه؟ ما انت عارف منى يا محمود هي مقدرة عصبيتك، فقالت يعني بلاش تجي لك عشان ما تتخانقوش مع بعض. هو أنا مجنون؟ شايفيني ماشي أتقص في خلق الله؟ بس ماشي بعدين. المهم اخبار الجلسه ايه؟ كويس والله. ما سالتش عليا خالص. انتوا هتجننوني. شفت اديك ابتديت تطقش في خلق الله. بس يا شادي بص يا محمود، بصراحه الجلسه اتاجلت النهارده عشان القاضي ما قدرش ينظر في القضيه في غياب المتهم، وعشان كده شدد على النيابه باتخاذ الاجراءات القانونيه بضبط واحضار المتهم. طب والنيابه هتجيبه ازاي اذا كان كل الجوابات الرسميه اللي النيابه بتبعتها للداخليه ما بيردوش عليها؟ يا سيدي هو ده الموضوع اللي انا هكتبه عندي في الجورنان. وبصراحه اللي بيحصل ده فضيحه، ووزير الداخليه الجديد لازم يشوف له حل فيها. قلت لك اولع في نفسي في اي مصيبه في اي حته. قعدت تقول لي لا استنى يا محمود، الوزير الجديد هيجي يا محمود، الدنيا هتتظبط يا محمود. اهو الوزير الجديد جه وحالي زي ما هو. ايوه يا محمود انت عندك حق، بس الموضوع مش هيجي بين يوم وليله كده. برضه نضغط من خلال الجورنان وكمان من خلال البرامج اللي هتناقش اللي مكتوب ونشوف ساعتها. والله بما ان كلكم طلعتوا متفائلين وانا اللي طلعت حمار، اتفضلوا اتفضلوا تعالوا شوفوا. ايه ده؟ اتفضل يا استاذ. انتوا عشان مصر واللي شفناه كلنا كان زي الاسد جوه السجن وهو بيدافع عنه وبيحاول يمنع اللصوص والحراميه والخونه دول ان هم يخرجوا بره السجن، لان دول لو خرجوا معناه ترويع المواطنين الامنين. احنا كمان حاولنا ندافع زيه وكنا في مرمى الرصاص وكان ممكن نكون شهداء، بس ربنا ما كتبلناش الشهاده، كتبها العالي بيه وزملائنا الابطال من الضباط والامناء والافراد سواء كانوا شهداء او مصابين. بس احنا بنوعدهم اننا هنكمل الطريق ومش هننسى اي حاجه قلناها لهم ومش هنفرط ابدا في القسم اللي اقسمناه سواء ليهم او للشعب المصري، وباذن الله هنجيب حقوق كل المصريين، وان شاء الله الشعب المصري كله هيستمتع بانجازات ثورتنا العظيمه، ثورتنا المجيده، ثوره 25 من يناير. ها حد فيكم جسمه أشهر؟ محسن عرفة بقى بطل من أبطال الثورة، وأنا واللي زيي هربنا من السجن عشان نخوف المواطنين الأبرياء اللي قاعدين في بيوتهم. شفت آخرة الضغط الإعلامي يا أستاذ عمر؟ والله أنا خايف نضغط أكتر من كده يعينوا هيثم وزير الداخلية. جرى يا محمود؟ ما تهدى على الراجل شوية، أنت ناسي إن أنت قاعد في عين. يا شاهد أنا كنت اشتكيت لك يا أخي، ما أنا برضه ليا لسان. قولها يا شادي. أنت ناسي إنك قاعد في بيته؟ لا مش ناسي، أنا مش نادي. وجميله ده فوق راسي العمر كله. وكل يوم بسأل نفسي إيه اللي يخلي راجل زي ده يستحملني؟ في نفس الوقت ببوس إيدي وش وظهر إن لسه الدنيا فيها ناس محترمة ورجالة زي الوسط عبد الناصر مش بقى على الفاضي وبيقفوا مع المظلومين بجد مش كلام. يا عم كتر ألف خيرك. أنا مش زعلان من اللي أنت بتقوله وشايله معبي زيك ومش مصدق اللي أنا شفته ده.
انا عايزك تفهم كويس ان هما مهما يحبطونا مش لازم نستسلم. احنا ما كناش بنحارب كام واحد لما اتسجنوا ولا سابوا مناصبهم، حالنا خلاص هينصلح. احنا بنحارب نظام بحاله له مصالحه ورجالته، المعركه بيننا وبينهم طويله، ولازم تعرف كويس ان هما عمرهم ما هيسلموها بسهوله. عشان كده نتمنى اقول لك لازم يكون نفسنا طويل. نفسنا ايه؟ طويل طويل. هات سيجاره. فكها بقى الاول، تلاقيك حرقت قلب السجاير اللي في الشقه من كتر التوتر. ما انا بفكها اهو. ربنا يتوب عليكم البلوى دي. اللي ما عرفش ان الدوله يعملوا فيكوا دي هتعمل اللي قال عمنا. شايف؟ من ساعه ما بطلت سجاير ما بطلتش تضايق في اللي بيشربوا سجاير، ده ناس تاخد الصور اللي على علب السجاير تطبعها على هدومها. يا سلام، وانت بتقول فيها؟ والله فكره اعملها عادي يعني. ايه؟ قريت شويه يا معلم؟ ممكن اقول لك على حاجه عملتها منى اللي سعادتك خلاص ما بقتش تعرف تقعد معاها ساعه على بعضها من غير خناق؟ والله بالعكس يا عمر، انا عارف ان منى جدعه وبنيت راجل، بس اعمل ايه يا اخي؟ عايز افش غل في اي حد. بس ما قلتليش عملت ايه؟ انت عارف انها شغاله على مسارين بالتوازي، القضيه المرفوعه ضد هيثم خليل ومباحث امن الدوله، والقضيه المعموله ضد وزاره الداخليه بتهمه فتح السجون عمدا وتعرض حياتك وحياه عبد الرحيم وكل اللي معاكوا للخطر. النهارده بقى قررت عشان تضغط اكتر على اداره السجون بانها تسلم لنا الملف بتاعك اللي المفروض على اساسه تدخل بالسجن. وعشان كده قدمت طلب للنيابه لسماع اقوال الراجل اللي هو بتاع الجماعات الاسلاميه اللي كان معاك في السجن ده، اسمه ايه؟ دكتور ابراهيم عبد الحميد. ايوه هو ده. في خلال يومين هيكون مستدعى في النيابه علشان يضلب اقواله. ده مين قال لك ان هو ممكن يتعاون؟ ممكن يخاف من اداره السجن وقتها عيشته. يا ساتر عليك يا اخي، مش عايز تدريق حلو ابدا؟ طب ده انا افتكرتك هتمسك التليفون تكلم منى، تقول لها متشكرين يا متر، هو ده الكلام، هو ده الشغل، الله ينور. بص يا راجل، انا الدنيا علمتني ما افرحش غير لما اشوف بعيني. عموما يا سيدي، ابراهيم عبد الحميد مش هيبقى عنده اي مبرر ان هو يخاف ولا جامل اداره السجن اصلا. عشان امبارح صدر قرار من رئيس الوزراء بالافراج عن كل المعتقلين السياسيين اللي مش صادر ضدهم احكام ايا كانت انتماءاتهم السياسيه، وكلها يوم ولا اتنين وهتلاقيهم طالعين بره السجون. يعني مش بعيد يتعرض على النيابه وهو حر، وكمان مش هيكون لابس لبس السجن. يعني لو كنت انا وعبد الرحيم قعدنا معاهم كانش حصل لي كل اللي حصل لي. يا محمود، انت ناسي انك رسميا ما انتش مسجون على اساس انك جماعات اسلاميه، وحتى وعدك معاهم في العنبر ما كانش بشكل رسمي. يا سيدي بهزر بهزر يا سيدي. سبحان الله، ده طلع العائدون من افغانستان حالهم احسن الف مره من العائدون من بورسعيد. دكتور ابراهيم، ممكن نعرف الخصم حضرتك في حياة النيابة في قضية اتهام الداخلية فتح السجون؟ هو لم يكن تحقيقا، ولكنه سماع أقوال في بلاغ تقدم به أحد المواطنين ادعى فيه أنه كان معتقلا معنا، والحمد لله وفقني ربي وأدليت بشهادتي. طب ممكن نعرف ملخص لأقوال حضرتك دي؟ ينفع يا متر؟ لا مانع. طيب ما فيش مشكلة. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. الحقيقة أنا حكيت كل اللي حصل بكل الأمانة، وأشدت بما قام به رجال الشرطة وما شهدناه من بسالتهم وهم يقومون بحراسة السجون وتأمينها وإحقاقا للحق، فإنهم قد تصدوا بكل بسالة وشجاعة لمحاولات كل المجرمين فتح السجون بالقوة، وهذا ما جعلني أدرك أن هناك مؤامرة تحاك ضد هذا البلد، مؤامرة يقوم بها أناس لا يريدون الخير لهذا البلد، وكلهم من أبناء نظام الطاغوت الذي حكم البلاد وهلك الحرث والنسل. لهذا أصررنا على البقاء في سجن أودعنا فيه عنوة ظلما عمدا دون سند قانوني أو محاكمة عادلة. أصررنا أن يعرف الناس جميعا أننا لسنا طلاب دنيا، بل نحن طلاب حق. لهذا أصررنا على البقاء، وكلنا يقين أننا لن نخرج مهانين هاربين مذعورين، بل نخرج إن شاء الله مكرمين مرفوع الرؤوس والهامات، وهذا ما حدث بفضل الله العلي الكريم.
بس رجال تأمين السجون دول حضرتك هما نفس رجال النظام اللي بتسميهم رجال الطاغوت اللي هما بيحكموا البلد. لا لا يا أختي الكريمة، هؤلاء أبناؤنا وإخواتنا وحبات قلوبنا، وهم جميعا ويعلم الله أن قلوبهم مليئة بالمشاعر النبيلة، وليس بيننا وبينهم إلا كل الخير. صحيح كان ينالنا بعض الأذى والعنت، ولكن هذا ليس بأيديهم، هذا كان طاعة لرؤسائهم من أبناء الشياطين الذين هلكوا البلاد والعباد. بس مش كده حضرتك، ممكن حد يفهم ان بسبب الاطراء والمدح ده ان في صفقه تمت ما بين النظام اللي بيحكم البلد وبين الجماعات الاسلاميه، وعلى اساسها خرج كل قائد الجماعات الاسلاميه فورا من السجون. صفقه يعني ايه حضرتك؟ يعني حضرتك كنت عايزانا نفضل في السجون واحنا مظلومين عشان تنبسطي؟ لا يا اختي الكريمه، انا اربأ بك ان تكرري ما يقوله نخبه من يدعون بالعلمانيين، لأنهم كرهوا أن يخرج المظلومون من السجون. هذه هي، محدش كان موجودكم أصلاً في السجن. بس على فكرة بعض من النخبة اللي حضرتك بتسميها علمانية وهي مش كده أصلاً كانوا بيدافعوا عنكم وانتوا جوه في السجن. طيب يا ستي شكر الله لهم، أين السؤال؟ أنا لسه هكمل حضرتك. السؤال هنا مفهوش إدانة لخروجكم السجن، السؤال هنا عن توقيت وكيفية خروجكم السجن. يعني في مطالب كتيرة جداً من الثورة ما بتتنفسش بالسرعة دي. اتفضل يا سيدي، آدي الإعلام بتاعنا. يعني إيه حضرتك؟ بدل ما تفرحي بإنصاف المظلومين عمالة تقولي كلام وفلسفة فاضية؟ يعني نرجع للسجون عشان تنبسطوا يعني ولا إيه؟ ونسيب لكم الساحة فاضية تقولوا فيها اللي انتوا عايزينه؟ ألا ساعة ما تحكمون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رأيك؟ رحت استفتيت، أول مرة في حياتي أخش لجنة انتخابات من ساعة ما اتولدت. مش قادرة أصدق نفسي، شايف الطوابير في التلفزيون عاملة إزاي يا محمود؟ ده أنا أمي اللي اسمها أمي اللي ما بتنزلش من البيت إلا عشان خاطر تجيب خضار من السوق نزلت واستفتت، بس هي قالت لأ، وقالت لأبويا إن هي قالت نعم علشان ما اتخانقش معاها. مالك يا محمود ساكت ليه؟ سيبني عمال أرغي أرغي أرغي، ولا قلت لي جيت اسكندرية إزاي ولا جيت ليه؟ لما أنا عرفت، شادي قال لي وفرحت لك. طب ما كلمتنيش بركتلي في التليفون ليه؟ بس عارف البت منى دي جدعه، ما كنتش متخيله ان هي تديني فرصه زي دي. انا ابويا ما كانش راضي يجيبني اعيش في اسكندريه هنا غير لما حلفت له يومين ثلاثه ان انا هدخل بيت عمتي كل يوم الساعه 8 بالليل وكمان ادي له التمام في التليفون. استنى اوريك الكارنيه بتاعي. مراقبه من منظمات المجتمع المدني. ما تركزي في الصوره بس عشان شكلي ما يبقاش حلو في الكارنيهات. بس ايه رايك يا محمود؟ اتغيرت زي ما قلت لي ولا لا؟ على فكره ما اتغيرتش عشانك، انا اتغيرت عشان عايزه اتغير. كفايه بقى عيشه اكل عمرها وقله صنعه. جدع بنت شيرين، انما قولي لي مين اللي وصلك هنا، منى ولا راجل؟ لو منى اللي وصلتك ومستنياكي تحت انطقي. لا طبعا، انا سالت وقالوا لي عنوان وجيت لوحدي. انا وانا بليده ولا ايه؟ ماشي، رايح فين؟ هقفل الباب. باب ايه يا اخويا اللي تقفله؟ انت نسيت ان انت فسخت خطوبتك عليا وسبتني كده؟ ايه علاقة قفل الباب بفسخ الخطوب؟ يعني انت بتعترف ان انت سبتني؟ انا؟ امتى الكلام ده؟ بقول لك يا شيرين، انا مش حمل خناق والنبي. لا خناق ايه؟ ان شاء الله ربنا ما يجيبش خناق خالص. ايه رايك بقى في المفاجأة دي؟ احنا نهزر؟ كده يا محمود؟ لا ترد على تليفوناتي ولما اجي اخبط عليك ما تفتحليش، في ايه؟ ما هو اكيد كنت بتيجي لوحدك وده ما يصحش طبعا. ايه؟ يا عشان جابت لك شغلانة هتمشي وراها زي الهبلة؟ بتكلمها كده ليه؟ مالكيش دعوه انت يا منى، هو بيرتاح ونفسيته بترتاح لما بيشخط فيا. على فكره بقى هي ملهاش اي ذنب، الفكره كانت فكرتي انا وانت السبب. يعني المفروض المحاميه بتاعتك، بس ولا عارفه اكلمك في التليفون ولا عاوز تقابلني، ولما ببقى محتاجه اوصل لك اي معلومه او اطلب منك حاجه مهمه لازم من خلال راجع او شادي او عمر. في ايه؟ بتعاقبني؟ بعاقبك؟ اعاقبك ليه؟ ده انت كتر الف خيرك، بتدافع عني كل المده اللي فاتت دي من اجل الوطن. بصراحه بقى الموضوع ده مضايقني، لما يبقى معايا فلوس ادفع لك اتعابك هبقى اكلمك. اتعاب ايه؟
ولا من امتى طلبت منك اتعاب ولا باخد فلوس من حد اصلا؟ ما انت عارف كويس احنا منظمه حقوق انسان غير قابله للربح. اه بتدافعوا عن الفقراء والمهمشين، بس بصراحه بقى انا مهندس ميكانيكي قد الدنيا وما احبش اخد فرصه غيري اولى بيها. معلش يا منى، هو كده نفسه عزيزه عليه وده اللي جابني وجابه ورا. وبعدين مش انت عرضت عليا عرض؟ متهيألي ردي وصلك مع شادي. اه وصلني، وبصراحه مش عاجبني. انا بدات ازعل يا محمود من عدم ثقتك فيا. هي الهالم قالت لك عايزاني في ايه؟ لا والله ما قالت لي حاجه، كل اللي قالته لي ان هي عايزه توصل لك وانت مش بترد عليها. منى بقول لك ايه؟ كل لمحمود تيجي عند محمود وستوب، لو عايزه حاجه منه كده ولا كده انا ممكن اخسرك في لحظه. تخرب عقلك يا شيرين، بس بلاش كلام فارغ. الهالم عايزاني اسلم نفسي للبوليس عشان موقفي يبقى احسن في القضيه بدل ما انا هربان. يا نهار ابوك اسود ومهبب، وانا اللي وثقت فيكي؟ عارفه يا منى انا اول ما شفتك في النيابه انا مش مرتاحه لك، فاكر يا محمود؟ فاكر. يا بنتي افهمي، احنا دلوقتي بنحاول نضغط على الداخليه عشان نجيب هيثم ده يجي بأقواله قدام المحكمه، صح؟ طيب هنعمل ده ازاي ان كانوا كل الشهود يا اما ماتوا في ظروف غامضه يا اما اتقتلوا؟ مفيش حد قدامنا حي غير محمود. وان شاء الله هيفضل حي غصب عنهم باذن الله. صدقوني ده الحل العملي عشان القضيه تتحرك بدل ما هي واقفه كده متجمده في مكانها. اكيد عملي اكتر يا محمود من انك طول النهار والليل تلف حوالين بيت هيثم. اه يمكن يكون نسي حاجه فيرجع ياخدها فتستفرد بيه. ولعلمك بقى البوليس لسه ما نزلش الشارع، بس مسيره ينزل، ولما ينزل هيقبضوا عليك. صدقيني يا شيرين اللي بيعملوا ده خطر جدا عليه، بس لو انت رحت وسلمت نفسك هتبين حسن نيتك. احنا دلوقتي بنحاول نضغط على الداخليه ويجيبوا هيثم ده. محدش يجيب لي سيره الضغط ده بدل ما انا اللي يجي لي الضغط. بعد الشر عليك يا حبيبي، بس اقول لك حاجه بصراحه، باين ان كلامها معقول. اتفضل. معقول مين يا مجنونه انت؟ عايزاني اروح اسلم نفسي للحكومه عشان يعملوا فيا زي ما عملوا في عاصم واسماعيل؟ هبوط بقى حد في الدوره الدمويه ولا يبلعوني حاجه؟ اظن بقى قولوا لي البلد اتغيرت. ها طب لما هي اتغيرت يا استاذه منى، ليه مش عارفين نجيب ضابط قصاد القاضي عشان يحاسبه؟ شوف يا استاذه منى، عشان تعملي اللي في دماغك ده قصادك حل واحد، انك تبلغي عني، بس اعملي حسابك ساعتها هرفض انك تدافعي عني، وهرفض ان اشوفك، وهرفض ان اكلمك. انا كلامي خلص معاكي. وانت قاعده ولا رايحه لعمتك انت كمان؟ لا طبعا رايحه لعمتي، بس اقول حاجه لمنى. امسكي يا منى، انا مش عايزه الوظيفه دي خلاص، بس هقول لك حاجه، انت تنسي موضوع ان محمود يسلم نفسه ولا انت تبلغي عنه. انا عارفه ان انت طيبه وبنت حلال مستحيل تعمليها، ويلا بقى نمشي عشان الوقت اتاخر. يلا يلا سلام يا محمود. خدي بالك من نفسك يا شيرين. حاضر يلا حبيبتي يلا. يا نهارك اسود ومنيل، انت فاهم يا ابني خطوره الكلام اللي بتقوله؟ طبعا، ومستغرب ازاي انت مش مصدقه. انت ما سمعتش عن المثل اللي بيقول ما تستكترش الرفص على البغل النجس؟ انت ناس ان في بلاغ متقدم ضدهم قبل حتى مبارك ما يمشي انهم مسؤولين عن تفجير كنيسه القديسين؟ ايوه بس البلاغ ده من ساعه ما تقدم ما حصلش فيه اي جديد، وممكن يطلع في شيء. هو ايه البلاغ اللي حصل في اي جديد في اي حته اساسا؟ انا بكلمك على معلومات جات لي ممكن تبقى سليمه. ما اسمهاش معلومات، اسمها ادعاءات جايه في رساله على الايميل، وانا ما اقدرش اخاطر بمصداقيه الجورنال وانشرها. يا دي مصداقيه الجورنال اللي انت زللني بيها؟ ده انا قاعد عندك بقالي يجي ساعتين حتى ما هنش عليك تجيب لي كوبايه حلب حصى. احنا هنهزر يا محمود؟ وانا كل مره اعلمك قلب بيه صحافه؟ رساله جايه بتقول كلام في منتهى الخطوره، لكن اللي عليها اسم صاحبها ولا هو عنده استعداد انه يدلي باسمه، ولا حتى نعرف الايميل اللي مبعوث منه الرساله ده صحيح ولا مضروب، وعايزنا ننشرها. طب لعلمك بقى يا فتك، قبل ما تزايد عليا ثوريا كده وتتهمني بان راجل تقليدي متعفن. يتقطع لساني لو قال كده حتى لو كان نفسي يا فندم. سيبنا كمل كلام. اتفضل. هيكون موقفك ايه بقى لو كانت الرساله دي مضروبه عمدا، باعتها ضابط امن دوله قاصد ينصب لك فخ، عشان لما تتكشف بعد النشر ويطلع كلامك كله كذب وفشنك، يفقد القارئ مصداقيته في الحمله اللي انت عاملها بقالك اسبوع دي ضد هيثم ده وضد قضيه محمود عبد الناصر وكل الشغل اللي انت شغال عليه. ها سكت يعني؟ طب لو جبت لك حوار مسجل مع صاحب الرساله ديت واشترط فيها ان الكلام يتنشر من غير اسمه؟ لو جبت لي الحوار ده مسجل صوت وصوره انا هوافق، وهوعده كمان ان التسجيل ده ما يروحش لاي جهه قضائيه. انا بس نفسي اتاكد من مصداقيه المعلومات. ولعلمك بقى انا شك ان هو يعمل كده. طب انا نازل اسكندريه حالا واخلي شكك لكم، والنبي الله يكرمك يا ريس، والنبي بطلوا التشاؤم اللي انتوا بتعملوه ده. والله يا ابني انا لو كنت ربيت عقربه كانت احترمتني اكتر من كده. ايه ما بتردش على تليفونك ليه؟ ما انت عارفه مش عايز وجع قلب. طب
فين عمر؟ نايم جوه، راجع من السفر تعبان. مالك يا راجل، في حاجه؟ هي اي حاجه؟ دي اسكندريه مقلوبه بره، الشباب محاصرين مقر امن الدوله. ايه، هو ينفع عنده يحصل؟ هو نفع يا سيدي. النهارده الصبح واحد من الشباب الثوار اسمه حسن مصطفى كان معدي بالصدفه من جنب مقر امن الدوله، لقى لك عربيات خارجه من جوه وعماله تحمل في كراتين. الكراتين دي شكلها كان بيقول انها وثائق. راح لمم الشباب وعملوا وقفه قدام المقر. قاموا العساكر طالعين عليهم فوق السطوح وقعدوا يضربوهم رصاص ومولوتوف لحد ما عوروا شباب كتير. عربيات الجيش عملت ايه بقى؟ راحت سحبه نفسها من قدام المقر، وطبعا الناس كانت هايجه جدا. طبعا الشباب لقوها فرصه واقتحموها. يلا بقى صحي عمر. ملحقوش يشوفوهم كل الملفات.
بخصوص المدعو محمود عبد الناصر الذي أرسل الفرع مذكرة للتحري عنه، نفيدكم أن المذكور والده من العناصر اليسارية الإيثارية المحرضة على قلب نظام الحكم والمناوعة للسلطات القانونية، وسبق اعتقاله أكثر من مرة، وهناك تأثر واضح لابنه به يمكن أن يجعله مصدر إزعاج للسلطات في موقع حساس كهذا، ولذلك نوصي بعدم قبول تعيينه حرصاً على أمن الدولة. والله الموفق والمستعان. تفضل يا سيدي، شوف صاحبك وجهازه العظيم ما كانوش واثقين فيك ازاي؟ كانوا حاطينك تحت المراقبة، تليفوناتك وتحركاتك ومقابلاتك عشان يعرفوا ولائك. ما كفاهمش طبعا كل النفاق اللي كنت بتنفقه للريس وابنه ورجالته في كل مناسبة، لا ما كانوش مصدقينك، كانوا حاسين ان جواك لسه في حتة نظيفة وانك عمرك ما هتبقى وسخ زيهم. الله أعلم، يعني يمكن عشان ما بدأتش وسخ معاهم من زمان. طب دي المفروض انها حاجة تفرحني، اصور بقى كام الف نسخة من الورق ده ووزعه على العيال اللي هريني في الجامعة على اني فلول من بقايا النظام البائد ولازم اغور معاهم. مش عارف اغور اروح فين. بس لا ما تفرحش قوي كده، هما برضو مشكرين فيك في التقارير، قايلين انك كنت بتبدي اخلاص متزايد للنظام وإنه يمكن الاعتماد عليك وتصعيدك في التشكيل الحزبي. لا يبقى الورق ده لازم يتحرق فورا، أنا مش ناقص. بقولك إيه، ما توصي عليا رفاقك الثوريين إن هم يعتقوني. طب وليه؟ ما تعمل زي زمايلك التانيين ما عملوا، اطلع قول لهم إنك دايما كنت جوه الحزب بتحذر من الخراب اللي جاي. صراحة يعني كده عداك العيب. وهي تفتكري هيصدقوني؟ ها؟ انت رايحة فين؟ هترجعي امتى طيب؟ طب بلاش ترد على الموبايل، ابعتيلي ان شاء الله مسج. في حاجات ما كنتش هتعرفها عن نفسك الا لما تقرا الورق ده. ايه يعني؟ ايه ولاد التافهه دول؟ هما كانوا فاضيين للحاجات دي. بس ما تنكرش ان هما مقصرين يابا برضه. ده ما فيش اي تفريغ لخناقتك مع امي. الظاهر بقى ما عرفوش يحطوا كاميرات في البيت عشان امي على طول لابده فيه. هما يعني كانوا هيغلبوا؟ يعني الظاهر احنا ما كناش على درجه عاليه من الخطوره. والا كانوا اتصرفوا وحطونا كاميرات من اللي بتصور وتسجل تسجيلات من اياها. الحمد لله كنا اتفضحنا دلوقتي. تسجيلات ايه يا حاج؟ انت هتعملهم عليا؟ ما راحت عليك يا عبد الناصر. وحشتنا ضحكتك يا ابن الكلب. يا فين ضحكتي دي يابا؟ ده انت اللي بتضحك. عندك حق، يمكن عشان نفسي اشوفك بتضحك افتكرت انك بتضحك. أضحك على إيه؟ على بلد بتتجسس على شعبها وولادها بدل ما تنصفهم وتديهم حقوقهم؟ أضحك على مستقبلي اللي ضاع يابا عشان ضابط شاطر قرر إن أنا لازم أطلع زي أبويا، عنصر إثاري ومناوب و... معلش يا ابني أنا آسف والله. آسف على إيه يا حاج؟ آسف إني ورطتك أنت وأخوك، وإني اخترت أمشي في طريق صعب في بلد ما بتحبش إلا اللي يمشي جوه الحيط مش حتى جنب الحيط. وهو يعني يابا اللي مشي جوه الحيط سلم؟ إسماعيل أهو وعاصم وفي آلافات زيهم، مش مشي جوه الحيط يابا، لا دول حفروا أنفاق تحت الأرض زي الدود عشان محدش يدوس عليهم، وبرضه اتهرسوا بالجزم وخوفهم محمهمش. أنا بتشرف بيك يا عبد الناصر عشان أنت ما طلعتش دودة جبانة بتهرب وتستخبى،
ما انكرش انا كنت دايما بقول لنفسي يعني لو كان فضل في حاله وبطل محاربة الفساد وساب حقوق العمال مش كان عاش وعايشنا. بس عارف يابا بعد الرحلة اللي انا عشتها وشفت قد ايه الظلم ما بيسيبش حد في بلدنا لما يطوله اتعلمت ان انت اخترت الطريق الصح يابا، الطريق الارجل والاجدع والاشرف. انت هتفضل فوق راس العمر كله يا حاج انت واحمد، وهفضل اختار طريقك لحد ما اموت يابا. انا ادور على حقي وما اسيبوش ابدا وما اسكتش عليه. ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يكرمك. اهو الحمد لله دلوقتي لقيت الورقه اللي كانت مدوخاك، تقدر تضمها لاوراق القضيه اللي منى رفعها على الجامعه عشان تثبت ان حرمانك من التعيين كان وراه سبب تعسفي. خلاص يا محمود الدنيا اتغيرت، مش هيقدروا يتحكموا في مصير اي حد تاني. مش هقدر اقول لك انك متفائل يا ابو، عشان انت طول عمرك متفائل. حتى في عز الضلمك وحل عبد الناصر كنت متفائل، بس انا بقى مش معاك المره دي يابا. ليه يعني؟ عشان مش عارفين نلاقي الضابط اللي اسمه هيثم؟ لا يا ابني، ربنا هيقدرنا وهنوصل له ان شاء الله، وهياخد جزاته في الدنيا قبل الاخره هو واللي زيه. خلاص يا محمود اللي فات مش هيرجع تاني. انت عارف يعني ايه ان الناس تقتحم مقرات امن الدوله في مصر؟ ده معناه كبير قوي، مش معناه سقوط الجهاز اللي عذب الناس وبهدلهم واهانهم واذلهم لمده 60 سنه. لا، ده له معنى تاني كبير قوي، ده انتصار على رمز كبير عمره 7000 سنه. شوف يا محمود، البلد دي كل اللي حكموها سواء كانوا أجانب أو مصريين حكموها بالبطش وبالقهر، بالبصاصين والمخبرين والكذابين والعساكر وكتبة التقارير. كلهم واحد، تختلف أساميهم بس هم واحد، لهم وظيفة واحدة بس، هي الخوف، صناعة الخوف. إزاي يكسروا عين الناس عشان ما تقدرش تبص لفوق، ما تقدرش تبص للحاكم، تفضل عينهم مكسورة على طول. لكن خلاص يا محمود الخوف انتهى، مش هيرجع تاني، مفيش خوف بعد كده. تفتكر كل ده اتغير بعد اللي حصل يا حاج؟ انت مش لسه بتقول ان الطريق طويل؟ ايوه يا محمود هو طويل بس مش مستحيل. شوف يا محمود احنا عاملين زي ما نكون قدامنا سد عالي كبير وعايزين نهده، بناخد وقت على ما نهده وعلى ما نجيبه الارض، وهناخد وقت كمان عشان نشيل الانقاض وعشان ننظف. يوم يا ابني البلد دي ما تعيشوا فيها وما يبقاش فيها خوف، يمكن انا ما الحقش اعيش عشان اشوف الايام دي، لكن انت وعيالك هتعيشوا وهتشوفوها ان شاء الله. ساعتها احمد اخوك الله يرحمه هيرتاح في قبره وهيحس ان دمه ما راحش هدر.